طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم معنا في سهرة ملاعبنا، حيث نواصل الحديث اليوم عن نتائج الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. الأبيض الإماراتي إلى النقطة السادسة، والأخضر السعودي يتعادل مع أستراليا، بينما العراق يحرج اليابان في طوكيو، وفي الوقت الذي يهزم به المنتخب السوري الصين، بقي العناب القطري في قاع جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى ذات الصدارة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية. بداية حبها يرحب بضيوف ملاعبنا اليوم، كل من الأستاذ سامي الإمام، حياك الله أبو بتول. النور مرحبا. كابتن علي النعيمي، حياك الله أبو هزاع. الله يمسيك بالخير والنور. أهلا وسهلا. الله يسلم. والأستاذ أحمد الحوري، حياك الله أبو حمدان. يا مرحبا أبو مروان. الأستاذ محمد ظفر الله المؤذن، حياك الله أبو يوسف. حياكم الله. تمكن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من الوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز على ضيفه التايلندي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية إلى المونديال الروسي. الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 كانت بالنسبة للرجال الأبيض الإماراتي مفترق طرق مهم، إما للعودة إلى الطريق الصحيح أو للابتعاد خطوة أخرى عن المنافسة. مواجهة المنتخب التايلندي الذي قدم معه جمهور غفير إلى مدرجات استاد محمد بن زايد على أمل الخروج بأولى نقاطه في التصفيات لم تكن بالموقعة السهلة على مهدي علي، سواء من الناحية الفنية على أرضية الملعب أو في المحيط الذي عمل به المهندس منذ الخسارة أمام أستراليا الجولة الماضية. ولكن الأهم تحقق بالنسبة لمنتخبنا الوطني، وهو الفوز والبقاء بمقربة من صدارة المجموعة. عودة الهداف علي مبخوت كانت في الوقت المناسب، وأهم درس خرج به لاعبو المنتخب والجهاز الفني هو كسب الثقة في الخيارات البديلة المتاحة في التشكيلة الحالية. نتائج الجولة الثالثة وحساباتها صبت في مصلحة الإمارات واليابان، وباتت المنافسة على أشدها بين أربع منتخبات تمثل مواجهاتها المباشرة في الجولة الرابعة خارطة طريق نحو روسيا 2018. أبدأ من عندك أبو هزاع. كابتن علي النعيمي، نتيجة إيجابية قبل مواجهة السعودية، كيف نستثمرها؟ بكل تأكيد أنها نتيجة إيجابية، لأن الخسارة أمام أستراليا ممكن أنها أفقدت الفريق بداية التصفيات. الفوز على اليابان وضعت ممكن شكوك عند اللاعبين في قدراتهم في أنفسهم، لكن الفوز البارحة كان ممكن استغلاله معنويا للمباراة القادمة، وهذا شيء طيب، لأن المنتخب حاليا وصل للنقطة السادسة. النقطة السادسة قريب جدا من المتصدرين اللي هم منتخب السعودية ومنتخب أستراليا، وبالتالي عملية إعطاء دافع أكبر للاستمرارية في التصفيات هذا بيولد عند اللاعبين قدرة أو تفكير بأن القادم لازم يكون أفضل، وحصد النقاط في المباريات القادمة سواء في ملعبهم أو في ملعب الخصم شيء مهم جدا. طيب الجانب الفني أبو بتول، الكثير أو ربما خلينا نقول شريحة يرون أنه لم يكن مقنع، هل قضية في مثل هذه التصفيات نقاط؟ هي بكل تأكيد نقاط، لكن احنا كنا نتأمل انه بعد المباراة الثالثة يكون الأداء ايضا تطور. اعتقد انه التغييرات اللي صارت، احمد خليل لم يكن جاهز يعني بدنيا انه يلعب من البداية، خليتنا نشوف بعض الامور الجيدة يمكن فرحنا فيها في البداية، اللي هي نزول سالم صالح، نزول طارق احمد، قدموا مستوى مع النصر يأهلهم ان يلعبون مع المنتخب،
وفعلا شفنا وفرحنا فيهم وشفنا استحواذ، لكن مع الوقت بدا يدب القلق، خصوصا اعتقد بعد اخراج يمكن سالم صالح اللي هي مباراته، يعني كان يجد نفسه في هذه المباراة، ساهم في صناعة الهدف الأول، حاول أن يعني يسجل هدف فردي وما قدر. إخراجه أعتقد أنه منح الفريق التايلندي راحة في الدفاع، لأنه بدأ يلعب بمهاجم وحيد اللي هو علي مبقوت بعد ما كانوا اثنين، وإحنا المنتخب الإماراتي يلعب واستبدال كان بحبيب، أي بمهاجمين، حبيب لعب وسط، لعب وسط، لذلك عمليا أنت بقى عندك واحد فقط في الأمام، هذا من لاعبي التايلند نوعا من الراحة، لأنه علي بدل واحدة. شيء ثاني اللي حقيقة يعني استغربته اللي هي اللعب كرات طولية، يمكن المباراة 90 دقيقة باستثناء الهدف الأول ويمكن تمريرة أو اثنين فقط من الأطراف، البقية كلها عمق، تمرير بالعمق، تمرير بالعمق، عموري تمرير بالعمق لعلي مبخوت، تمرير إلى أحمد، وبالتالي هذا سهل من مهمة الدفاع التايلندي أنه يتكدس بالوسط ولعبك هو جايهم جايهم. صحيح. فاللي فنيا لذلك كانت هناك بعض الملاحظات. ملاحظة أخرى أيضا اللي هي الدفاع، المنتخب التايلندي يمتاز بالسرعة، هو منتخب عجيب يحرق جميع المنافسين لكن ما كان يسجل، اللمسة الأخيرة تفتقد، أنت سمحت له يسجل الهدف الأول عليك، يدشن التصفيات بهدف في مرماك نتيجة سرعة، لاعب احتياطي أول لمسة له سجل هدف. هذا عندنا أيضا شنو يعني، علينا أن ننتبه على دفاع الأطراف، لأنه المنتخب السعودي منافسك في المباراة الجاية قوته في هذه الأماكن على الاثنين، نواف العابد الثاني راح من بالي اللي هو لاعب الاتحاد المولد، المولد اثنين أجنحة يلعبون سريعين على اليمين وعلى اليسار، وهذا حيخلي دفاعك الطرفين اليمين واليسار تحت الضغط طول المباراة. جميل. لذلك كشفت أمور ننتبه لها ونستفيد منها إن شاء الله. هذه الملاحظات، هل الآن مهدي بمطالب الآن بالاستماع إلى بعض الآن ربما مواجهة تايلاند هي من أقل المواجهات صعوبة، يعني نصائح هذه مهمة الآن نستمع لها ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أبو مروان، يمكن المباراة كشفت الكثير. اولا كشفت انك اذا ما يعني احسنت التعامل مع الفرص التي تسنح لك طوال فترات المباراه، خاصه في الشوط الاول، تتعرض للضغط اللي تعرضت له في اخر 20 دقيقه تقريبا من الشوط الثاني. هذا درس يجب ان نستفيد منه، يجب على هل اقول الجهاز الفني أم على المهاجمين أنفسهم في مقدمة المشكلة داخل الملعب ولا في طبعاً الإدارة، كيفية التعامل مع هذه الفرص السهلة، لأن ممكن أنك تسنح لك فرصة أو فرصتين بالكثير أمام منتخب السعودية إذا ما حسنت التعامل معها ما بتتكرر، خاصة أن احنا نتكلم عن منتخب السعودي على أرضه بين جماهيره. شفنا المنتخب السعودي أمام استراليا شو عمل وسط جماهيره، فلذلك هذا درس أول. الدرس الثاني، أنا ما بقول كابتن مهدي يسمع أو ما يسمع، هذا شيء راجع له، أنه هو المفروض هو قادر أو أعلم بكل تفاصيل الفريق وكل تفاصيل المنتخبات اللي يقابلها، فهو بيستمع للنصائح أو ما بيستمع للنصائح هذا شيء راجع له. لكن أنا أقول أن في محللين كثر تابعوا المباراة، شافوها وأدلوا بدلوهم في هذا فيما يتعلق بهذه النقاط القوة والضعف. الأمس يمكن صحيح نتيجة كبيرة 3-1، صحيح النقاط الثلاث مهمة، لكن في نقاط ضعف كثيرة بانت، خاصة في 20 دقيقة أو 25 دقيقة قدر أن المنتخب التايلندي يعمل كل ما يستطيع أو كل ما يبغي في المستطيل الأخضر. انفراد صريح كان بإمكانه أن يسجل من خلال المنتخب التايلندي التعادل، لولا تصدى الهماجة قدر الله، لا للانفراد اللي انفراد من ماجد وكان يبغي يلعبها في المرمى الخالي راحت فوق، هذه كانت هدف التعادل قبل ما يسجل احمد خليل الهدف الثالث، كانت الامور ممكن ان تطلع من السيطره. فلذلك امور كثيره، ما بنقول تفاصيل، لا مش تفاصيل بسيطه، لا تفاصيل كبيره كانت في المباراه في الشوط الثاني تحديدا، لابد ان نعيها تماما، لان مباراه قادمه مباراة بطولة مصيرية، بطولة يمكن وين تضعك؟ النتيجة الإيجابية تعادل استراليا والسعودية أو السعودية واستراليا أعادنا من جديد إلى ما
قلب المنافسة صحيح. حتى على المركز الأول. فلذلك هناك تفاصيل كثيرة يجب أن نعيها قبل الذهاب إلى السعودية. وفي في في بعض الأمور أيضا اللي تحدث فيها كابتن مهدي لكن سنأتي عليها. توقعت فوز منتخب الإمارات على تايلاند أبو يوسف، وتوقعت تعادل السعودية مع أستراليا صحيح. وقلنا بأن يعني القاعدة تقول أنك عندما تلعب على أرضك لا تساوم في النتائج، لا بد أن تفوز ولا تنظر إلى نتائج الآخرين. ولكن هذه المرة استفدنا من هذا التعادل بين السعودية وأستراليا. أنا أريد أن بس في مفارقة نعم. في مفارقة في المباراتين نعم. الضيف كان أكثر استحواذا على الكرة. هذا لا يعني شيئا، الاستحواذ على الكرة في الملعب ولا تسجل أهداف لا يعني شيئا اليوم، لأن هناك خطط تكتيكية، مدربون يستخدمون سلاح تكتيكي لعدم قبول أهداف. لكن ما أريد أن أقوله حتى لو لم يقنع الجمهور نعم، ما أريد أن أقوله هنا هو أن مهدي علي واللاعبون نجحوا في الاختبار النفساني، لأن خسارة أستراليا في الواقع كانت لها مخلفات نفسانية كبيرة، كنا نخشى أن تلقي بظلالها على المدرب واللاعبين. الحمد لله أن الأبيض صحيح أنه لم يلعب بذلك المستوى الكبير الذي نعرفه، ولكن حقق المعادلة المطلوبة وهي الفوز بنتيجة عريضة أيضا، ثم يعني هذه تجاوز الحالة النفسية نعم. هذه النتيجة أعادت الأبيض لأنه كسب نقطتين مقارنة للمنافسين الآخرين السعودية وأستراليا. الآن خارطة الطريق واضحة أمامنا، يعني مباراة السعودية ستكون مفصلية، لابد لا يجب التفريط في نقاط اليابان في الإمارات بأي شكل من الأشكال، يجب العودة بنقاط الفوز من تايلاند، ويجب على الأقل العودة بنقطة من أستراليا، وتقريبا هكذا يكون الأبيض قد وصل إلى النقطة 13 أو 14. برغم النتيجة الإيجابية كان واضحا الاستياء على بعض لاعبي منتخبنا الوطني بعد المباراة. ماذا قال خميس إسماعيل وأحمد خليل والفردان؟ الحمد لله انها ما راحت، جاتنا فرص في الشوط الاول يمكن 4-5 مرات المفروض احنا نسجلها بس ما استغليناها، هذا الشيء صعب علينا المباراه، بس الحمد لله الشوط الثاني قدرنا نسجل الهدف الثالث، وكان في ضغط من المنتخب التايلندي، منتخب تايلندي منتخب قوي متطور شاهدناه في مباراتين لعبهم، منتخب مش سهل، بس الحمد لله قدرنا نطلع بالاهم من المباراه هي 3 نقاط. والله اكيد ما تفاجأنا، يمكن احنا يمكن ما كنا طالعين بالشكل المطلوب، لكن نقول الحمد لله قبل كل شيء احنا كنا في كل مباراة نبي نطلع بالصورة المطلوبة، اهم شيء كنا طالعين بثلاث نقاط، يمكن ضيعنا فرص بشكل كبير الشوط الاول، لكن الحمد لله الشوط الثاني صلحنا، واكيد هناك في اخطاء يجب علينا ان نصلح الاخطاء هذه وان شاء الله ترى. والله شوف الحمد لله ادينا بشكل جيد اليوم، يمكن بعد ما سجلوا علينا الجول الاول يمكن استوت حاله من الربكه، لكن الحمد لله قدرنا ان نسجل في نهايه المباراه، الحمد لله راضين عن ادائنا ان شاء الله نقدم مستوى افضل. معي على الهاتف الآن الكابتن خالد إسماعيل نجم منتخبنا السابق ونجم المونديالي المعروف أبو مهند. مساء الخير. يا مرحبا أخي علي، كيف الحال؟ سلم حالك، حياك الله وسعداء بسماع صوتك أبو مهند. الله يطول لي عمرك، شو صحك بخير، وسلم للجميع اللي معاك إن شاء الله، والله يوفقكم إن شاء الله. الكل يرحب فيك، تسلم يا أبو مهند. بالأمس تابعت مثلنا كلنا تابعنا المباراة، تعطينا رأيك أبو مهند أمس، انطباعك عن أداء منتخبنا بالأمس، النتيجة والأداء. والله النتيجة الحمد لله زينا، توفقنا فيها النتيجة، فوزنا فيها المباراة، كان لابد أن يعني نحسم هذا الشيء، لأن فريق التايلندي مش فريق سهل، ممكن تنقصها يمكن بعض الخبرة في أداء المباراة للمنتخب التايلندي، ولكن
نتكلم عموما عن المستوى ومستوى الفريق بالأخص منتخب الإمارات. تفضل. منتخبنا نعم. منتخبنا ما يعني الأداء اللي هو أداء يعني كان في إمكان يعطي أكثر عن هالشيء، لأن المرحلة القادمة مرحلة صعبة بتكون مش مرحلة سهلة، بالذات بالأخص المباريات الخارجية مثل مباراة أستراليا، مباراة السعودية، المباريات القادمة بتكون مباراة وايد حازمة. على المستوى هذا اللي أمس طلعنا فيه بيكون جدا ضعيف أمام الفرق الكبيرة هاي، لأن الفرق الكبيرة اللي نتكلم عن أستراليا وعن اليابان وعن الفرق هذه يعني ما في كلام، لأن دائما في الحسم تحسم المباراة من البداية، لأن أمورهم كان أداهم البارحة كان جدا جدا يعني ما كان بالمستوى اللي يرضي جماهير الإمارات. لو استغلوا يعني حتى يعني ما في استغلال حتى حق الهجمات أو الهجمات اللي حصلناها كان ممكن ترجمها بالأهداف. أو عندك حتى المنتخب التايلندي يعني حصل عدة فرص وكان في ارتباك كثير يعني في 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 في, في خط الدفاع، وهاي مشكلة كبيرة نحن نعاني منها لحد الآن، الأخطاء الدفاعية واضحة. يعني أنا مش عارف بالضبط إذا بالطريقة بالأسلوب هذا يعني الله يعيننا يعني في المرحلة القادمة. برأيك أبو مهند، يعني أختم معك بهذه الجزئية، برأيك هل اللاعبين يعني يتحملون ضغط كبير إلى درجة أنه ممكن يفقد الدفاع تركيزه، ممكن يفقد صانع الألعاب تركيزه في التمرير، ممكن يفقد المهاجم يعني قدرته على التهديف؟ هل هذا ضغط نفسي؟ شوف أنت الحين أخوي علي، لأن تقول لي ضعف أو ضغط نفسي، لعيبة كل واحد أقل واحد لاعب ما يقارب 30 مباراة دولية ولاعب بين جماهير كبيرة، يعني هذا الكلام غير مقبول. غير مقبول، ما في أي يعني أنا لازم أحط نفسي أي ضغوطات، يعني ألعب بين ضغط على بين جمهور بين 80-85 ألف متفرج. صحيح. أنا ما يبي يطرني هذا. صحيح. ولكن أن نطلع يعني شماعاتنا بالأخطاء هاي أنا ما أعتبره شيء صحيح. الضغط النفسي صحيح، أنا معك ضغط. أنت غير راضي عن الأداء؟ لا طبعا أنا مو بعاجبني الأداء، أداء الفريق وحتى الأداء يعني حتى المدرب في تغييرات، يعني تغييرات ساعات تكون عجيبة يعني. بس لكن نحن هو الأخص، هو عارف فريقه وعارف شو اللي هو النواقص، هو اللي في النهاية يتحمل مسؤولية النتائج. ايه هو يتحمل مسؤولية لأنه هو عارف النواقص، عارف الأشياء، يمكن احنا مو عارفين الأشياء اللي برا، احنا نعتبر مثل الجماهير. صح، مو عارفين شو اللي حاصل. لكن تبقى وجهات نظر ابو مهند، انا شاكر لك شكرا جزيلا. الله يخليك كابتن الكبير خالد اسماعيل نجم منتخبنا السابق ولاعب مونديالي المعروف ابو مهند، اشكرك. وهزاع، واضح من كلام خالد اسماعيل ان في مشاكل، هو في النهايه قال هذه مسؤوليه الكابتن مهدي، مساله معالجه الاخطاء او مساله قراراته في التغييرات والخيارات. لكن الله يعين في المباريات القادمه، اذا احنا في مباراه أسهل مباراة في التصفيات، نحن المفروض أن ما نقول أسهل مباراة في التصفيات، لأن كل الفرق اللي وصلت لدور المجموعات كلها نخبة من مجموعات لعبت تصفيات سابقة. اليوم نحن إذا نتكلم عن المنتخب التايلندي في المباراة الأولى والثانية أحرج المنافسين اللي هم اليابان والسعودية على أرضها، وخسر بركلة جزاء من السعودية وبصعوبة من اليابان على أرضها، كله بهدف 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 بهدف. ياك في مباراة الإمارات عندها 3 نقاط، يعني إذا هو فاز يتعادل مع الإمارات في النقاط، فهذا عنده عامل يجبره أنه يؤدي كل ما عنده. صحيح. بالنظر للمنتخب الإمارات، منتخب الإمارات في مباراة البارحة عانى من غيابات مؤثرة. اليوم منو ما يقول أن خالد عيسى مؤثر، منو ما يقول علي خصيف مؤثر. صحيح ماجد ناصر تواجد، لكن ماجد ناصر كنا نعرف أن فترة الإعداد للمنتخب كان مصاب. البارحة الباك اليمين محمد فوزي احنا ما شفناه من فترة طويلة يلعب كأساسي. طارق أحمد صحيح أدى مباراة جيدة، كوننا أول مرة يلعب مع المنتخب، لكن لا ننسى أن اللاعبين اللي موجودين بجنب اللاعب اللي كان يلعب في هالمركز عمر عبد الرحمن، فطريقة التفاهم، طريقة التمركز، طريقة هذه كلها ممكن أنها ساهمت في أن المنتخب التايلندي استحوذ بشكل أكبر على مجريات المباراة. يمكن وصل في الشوط الأول عنده 7 ركنيات ونحن ولا ركنية. صحيح. لكن تفكير
المدرب كان الحصول على 3 نقاط بغض النظر عن الأداء. في بعض الفرق تكون عندها مقرون تشترط أن يكون الأداء مقرون بالنتيجة، وفي فرق تقول لك لا مو بشرط أن أستحوذ على المباراة، لكن أهم ما عندي أسجل. البارحة يمكن من المكتسبات الفنية في المباراة 3 أهداف جت بثلاث طرق مختلفة. الهدف الأول من عرضية، الهدف الثاني بلمسة واحدة من نص الملعب انفرد فيها علي مبخوت، اللعبة الثالثة شفنا 3-2. يعني في اختلاف، يعني هذا يعطيك مؤشر أن المنتخب عنده مرونة، عنده يعني من الناحية الفنية ما عنده مشاكل، عنده حلول موجودة. لكن المنتخب التايلندي بعد لا ننسى البارحة لما سالم صالح طلع في التبديل صار عندنا مهاجم. من الناحية الثانية محمد فوزي كان يطلع، فمدرب منتخب تايلاند شاف ان في ثغرة موجودة على الجهة اليمنى عليها، راح ونزل مهاجم مع محمد فوزي على اساس يمنع محمد فوزي من التقدم، في نفس الوقت يضرب من المساحة من وراء محمد فوزي، وشفنا الهدف يا من بين محمد فوزي واسماعيل. العيب يمكن الكبير اللي كان موجود البارحة اللي هو البطء في التحرك ما بين خط الدفاع وخط الوسط. يعني يوم خط الوسط كان يتقدم مع الهجمة، خط الدفاع كان يتقدم لكن ما يسكر المساحة المطلوبة على أساس يأخذ الكرة الثانية. واضح. والمشكلة الثانية كانت في الرجوع مرة ثانية للحالة الدفاعية، كان في بطء كبير وهذه تسبب منها الهدف الأول. والكرة اللي ضاعت طلع فيها ماجد ناصر، حاول أنه يلعب دور الليبرو وضاعت من المهاجم. والكرة الثالثة اللي هي يعني الله سلم وطلع فيها أوفسايد. الحمد لله. الجمهور الإماراتي الوفي كان حاضرا في مدرجات الأستاذ محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي. كاميرا الشارقة الرياضية وبرنامج ملاعبنا تواجدت يوم أمس خارج أسوار الملعب لرصد نبض وردود فعل الشارع الرياضي. مع صافرة نهاية المباراة تنفس جمهور الأبيض الصعداء بالوصول إلى النقطة السادسة والبقاء ضمن ركب المقدمة. حقيقة إن المنتخب إمكانياته كانت أفضل عن التايلانديين، خاصة بعد دخول الجول الثاني، ولكن يمكن سبحان الله ما في توفيق من بعض المهاجمين. وإن شاء الله نتمنى لهم المباراة القادمة تكون بوضع أفضل عن الوضع الحالي الموجود. يعني طمن قلبي الهدف الثالث اللي بعد ما كان علي مبخوت ضيع عدة أهداف في الشوط الأول، وهذا أنا يعني استغربت. علي مبخوت معروف لاعب من أول لمسة يسجل هدف، والحمد لله رب العالمين 3-1 نتيجة مرضية لنا، حصلنا على 6 نقاط وفرحانين، وإن شاء الله بنستمر للأمام إن شاء الله. أشكرك. الخير بعد في المباراة القادمة في السعودية بعد. نتيجة الفوز ب3 أهداف مقابل هدف دون النظر إلى مستوى أداء اللاعبين في هذه المباراة بالذات كان لسان حال شريحة كبيرة من الجمهور الذي ساند المنتخب يوم أمس. والله ما سعدني، أنا بغيت تمنيت أكثر عن هاتشي، لكن إن شاء الله يشدون حيلهم. وما أنك النتيجة ولا المستوى؟ النتيجة والمستوى، يعني هم ما قصروا يعطيهم العافية، لكن أنا بغيت تمنيت زيادة. يعني أرجو يعني الأيام الثانية يزيدون شوية تمارين ويشدون حيلهم. يعني المفروض كان مستوى أحسن عن شيء، وضيعوا أهداف وايد وأغلاط شوية، لكن الحمد لله الفوز. أنا أقول كان في استهتار والله، صح؟ بعض من الاستهتار على الفريق التايلندي. وهذا بعد سبب انه يابوا علينا جول، ما هم هالفريق مثل هذا ما يستاهل يجيب علينا جول. احنا في الوقت ذاته كان من الجمهور من يتابع المباراة بنظرة فنية تحليلية قدم جانبا منها لكاميرا ملاعبنا. تايلندي كان افضل منه، تبصد قول لا متى في بدايه الشوط، من بدايه الشوط الثاني بعد ما يعني هدف ما كان المفروض يدخل علينا صراحه. لعيبتنا انا اقول الحمد لله ان احنا فزنا بالعافيه صراحه، يمكن حظ شوي ساعدنا، ودائما لما الحظ يساعد الفريق شويه نمشي. الضعف في الهجوم، مش ضعف، ما في ضعف، في يا اخي ما في تحس ان تركيز من اللعيبه يلعبون، ان بس احنا اليوم جاي نادي واجب يركض الملعب، ما في روح اللعيبه بسلم كوره، ما تحس انه عند الجول. انت يا اخي خلص، كم كوره ضاعت؟ احنا ضيعنا 4 أهداف الشوط الاول، 4 أهداف 100%. اللعيبه هذه لعيبه محترفين. احنا الدفاع ما شفتوا في مشاكل؟ الدفاع احنا دفاعنا شوي زين الحمد لله. اللاعب الجديد هذا اللي دخل المنتخب ما شاء الله عليه صراحه، طارق احمد، هو كان اليوم هو افضل لاعب في المباراه. طارق اساسي من هو هذا اللاعب اللي انا اقول لك يمكن اختيار المدرب، وهذا كان صراحه اختيار صعب.
لكن اليوم لعيبتنا ما أدوا صراحة. نقول الحمد لله أننا حفزنا. أتوقع اليوم نحن حطينا عمارنا في ضغط تقريبا 20 دقيقة. الشوط الأول ضيعنا كثير من الفرص، الحمد لله تداركنا مع بداية الشوط الثاني وسجلنا الهدف الثاني، لكن بعد الهدف الثاني دخلنا في 20 دقيقة صعبة صراحة. اللاعب رقم السبب أنا أتوقع والله أعلم خروج دخول حبيب الفردان وخروج إسماعيل حمادي حرر لعيبة تايلاند أكثر. لعيبة اللاعب رقم 18 جدا خطير مال تايلاند، تحرر كثير في الشوط الثاني، شفنا فرصتين ثلاثة منتخب تايلاند ممكن كان يتعادل ويانا، لكن مهدي تدارك بهالشيء بدخول أحمد خليل، والحمد لله أننا سجلنا ومنتخبنا عنده الأفضل. لا مش راضي، لأن منتخبنا عنده أكثر، لعيبتنا عندهم أكثر. هذا مش أداء صراحة، يعني سامحني، هذا مش أداء فريق يبى يوصل كأس العالم. ما أدري هم مستهينين في المنتخب التايلندي، أو يعني مثل ما تقول كانوا مرتاحين بعد نتيجة 2-0، الله أعلم. يعني أولا طبعا نحن مليئنا من كثر ما نتكلم عن مهدي علي، تعبنا صراحة. عندك اليوم هيكل وصنقور صراحة، يعني مع احترام الاثنين أو أسوأ الباكات في الدولة في الدوري. يعني عندك أحمد رياسي يا أخي، شو مشكلتك معه؟ إذا في مشكلة ما أدري يعني، بس كأداء في الملعب أفضل باك يمين أنا أعطيه. وعندك باك يسار يعني محمود خميس، باك وجناح في نفس الوقت، ما شاء الله تبارك الله. تعليقك أحمد على الآراء اللي طرحها الجمهور. يمكن تكلمنا احنا تحت اللي هو ان الان بالفعل احنا عندنا شريحه كبيره من المشاهدين والمتابعين بمروان اصبحوا ذو وعي رياضي وفني كذلك، يعني عندهم الرؤيه الفنيه، خلاص اصبح الانفتاح على على المسابقات الكبرى في العالم، على اكبر دوريات العالم، على الاستماع الى اكبر المحللين عبر القنوات الرياضية. أصبح لدى الشارع الكروي الإماراتي وعي وثقافة، يدركون تماما من اللاعب اللي ممكن أن يشارك في هذه المباراة، اللاعب الأفضل، من اللي من المفترض أن يكون ضمن قائمة المنتخب، من اللاعبين اللي المفترض أن شوية يريحهم مهدي. مقنع الآراء، مقنعة جدا. يمكن هذا الشارع تقريبا غالبية الشارع الكروي الإماراتي يتحدث بهذا الحديث. لكن دائما أنا أقول لك إحنا ما نبغي ننتقد خيارات مهدي، لأن انتقاد خيارات مهدي يؤدي إلى شوية الطعن بثقة اللاعبين في أنفسهم الموجودين مع قائمة مهدي. لكن يجب أن مهدي يطلع على هذا الموضوع، الكابتن مهدي، المهندس مهدي علي، هو اللي التصفيات يشوف. لكن احنا كمراقبين أو نقاد ما نبغي ننتقد، لأن الانتقاد ما بيكون في مهدي فقط، لأن إذا انتقدنا أنه والله ليش اللاعب الفلاني ما دخل، كأن احنا ما عندنا ثقة بالموجودين باللاعب الموجود، وهذا ما نبغي نوصله للاعبين المنتخب. جميل جميل. مواجهة قمة مباريات المجموعة الثانية جمعت بالأمس المنتخب السعودي وضيفه الأسترالي باستاذ الملك عبدالله الجوهر المشعة في جدة. المواجهة الأهم في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا جمعت بين المنتخب السعودي ونظيره المنتخب الأسترالي الذي قدم إلى جدة من أجل تأكيد الصدارة وقطع الطريق على أي تعثر من شأنه أن يعيق مسيرته إلى المونديال. البداية كانت مبكرة لأصحاب الأرض الأخضر السعودي، وعن طريق تيسير الجاسم الذي قدم واحدة من أهم مبارياته مع المنتخب، ولكن الضيوف أدركوا التعادل قبل نهاية الشوط الأول. الكنغارو سيطر على مجريات اللعب حتى ترجم ذلك إلى هدف آخر كاد أن ينال من عزيمة الأخضر، لولا نجاح تيسير الجاسم في اختراق الدفاع الأسترالي وتمرير الكرة إلى الشمراني الذي عدل النتيجة لتنتهي المباراة بتقاسم المنتخبين نقاطها وليبقيا سويا في صدارة جدول الترتيب. وبتقول المنتخب السعودي كان أفضل يوم أمس. البعض يعني يرى أن الحملة اللي قامت في الإعداد، حملة التلاحم الشديد بين الاتحاد والإعلام وربما حالة التوافق اللي ربما ما كانت بحالة صحية جيدة في الفترات السابقة، هذا اللي أعطى الأخضر روح عالية جدا والحضور الجماهيري اللي كان مشكلة في السابق. نعم،
هو المنتخب السعودي يمكن هي المباراة أولى التحديات اللي كان الجميع يقول ستكشف معدن المنتخب السعودي قادر على منافسة أو لا، على اعتبار أنه فاز على تايلند بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، فاز على العراق بركلتي جزاء في الدقائق الأخيرة، وكان ثلاث أهداف في رصيده، ثلاثة من ركلات جزاء سجلها نواف العابد بالدقائق الأخيرة. فكان الجميع يقول أنه ست نقاط أحرز المنتخب وكان في الصدارة، لكن من أضعف منتخبين إلى تلك الفترة، وبالتالي أول تحدي حقيقي سيكون هو المنتخب الأسترالي. حقيقة المنتخب السعودي أثبت أنه هو يعني كان بمستوى التحدي. أولا تطور الأداء، هذا المدرب يفاجئنا كل يوم أنه قادر على تحسين الفريق، مارفيك الهولندي مارفيك، ورغم أنه غير متواجد في السعودية طول الوقت تعيم الغرائب، نعم، لكن قادر على التوظيف عنده، وإن كان هي إلى حد كبير باتت معروفة، لكن عنده أسلحة قادر فيها على التغريب، من ضمنها نواف. طيب ملامح المنتخب، الملامح الأخضر، هل توحي بأن فعلا يعني حصان مرشح بقوة أن على بطاقة الترشح؟ أعتقد نعم، خصوصا أنه لحد الآن لم يستعيد جميع اللاعبين. لحد الآن يمكن أول مباراة استعاد الشمراني بعد الإصابة، هناك السهلاوي أيضا لسه مصاب قد يعود مرة أخرى في المستقبل، والسهلاوي أفضل من 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 بقية المهاجمين. لكن اللي كشفت المباراة البارحة أنه هو المنتخب السعودي يعاني من قضية مهمة، ضعف في الكرات العرضية. الهدفين الأستراليين جاء من كرات عرضية. المدافع قصدك الدفاع السعودي، في الدفاع السعودي يعاني لما تلعب معاه على الأجنحة كرات عرضية يبدي يعاني. ولهذا أنا اللي أتمنى، قلنا أنه المفروض منتخب الأبيض يلعب على الأجنحة يستفيد من هذه الثغرات. طيب أبو يوسف ظفر الله، المنتخب السعودي يستعيد بريقة، يستعيد ثقة جمهوره، ويقدم نفسه أنه أيضا كسفير، أنه قوي، وأنه يعني هدفه واضح نحو كأس العالم. نعم، أولا أنا أريد أن أقول بأن هذه المباراة هي من فئة الست نقاط وليس ثلاث نقاط، يعني لو فاز فيها المنتخب السعودي ربما تعتبر ست نقاط. أيضا هذا الكلام ينطبق على أستراليا. المنتخب السعودي بالأمس كان محظوظا وغير محظوظ. كان محظوظا بالعودة للمباراة، يعني التعادل 2-2 في وقت صعب جدا، ولم يكن محظوظا بقبول أهداف من أخطاء دفاعية. هنا أعتقد أن مارفيك يسأل عن هذه الـ يعني عن هذه الأخطاء. بالنسبة للمنتخب السعودي كما تفضل زميلنا العزيز سامي، أعتقد أنه تخلص من عقدة سيناريو الفوز من ضربات الجزاء، ثلاث ضربات جزاء هي التي أهدته ست نقاط. بالتالي هدفين ملعوبين في يعني قمة في الجمال، يعني جمل تكتيكية رائعة جدا. وما زال المنتخب السعودي، وأنا أصر وأقول بأنه يعاني من العقم، ليس هناك هداف حتى الآن. يعني صحيح هناك أهداف، ولكن ليس هناك هداف. يعني أحيانا المدافع يسجل، أحيانا لاعب خط الوسط. يجب على مارفيك أن يجد حلا لهذه المعضلة، يجب أن يكون للمنتخب. متى يجد حلا؟ في المباراة القادمة ولا بعد ربما المباراة القادمة؟ ربما إذا استدعى بعد المباراة القادمة. المباراة لم تخلو من الأرقام والإحصائيات، حيث استحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة بنسبة بلغت 51% مقابل 49 للمنتخب السعودي. الضيوف سددوا على المرمى 15 تسديدة، منها 6 بين الخشبات الثلاث، بينما المنتخب السعودي فقط سدد 12 مرة، منها 4 تسديدات بين القائمين والعارضة، وتحصل على كل منتخب على بطاقة صفراء. ارتكب لاعب المنتخب السعودي 13 خطأ مقابل 15 خطأ على المنتخب الأسترالي. كابتن المونديالي فؤاد أنور، حياك الله كابتن فؤاد، وألف مبروك على نتيجة الأمس، وسعداء بأن تكون معنا في هذه الدقائق القليلة ضيفا عزيزا على الهاتف. أهلا وسهلا. يا هلا والله أخوي علي، أمسي عليك ومسي على ضيوفك ومسي على جميع إخواننا الإماراتيين. الله يحفظك. العودة الجميلة للمنتخب السعودي، يعني
رغم أن ربما هناك في النفس ما فيها أن المنتخب كان قاب قوسين أو أدنى من حصد 3 نقاط أمام منتخب قوي جدا ومرشح قوي في هذه المجموعة، لكن العودة الجميلة للجمهور والعودة الجميلة للمستوى بالنسبة للأخضر. أنا أقول الحمد لله، يعني المنتخب السعودي من فترة طويلة ما شفناه يلعب بهذه الروح وبهذا الحماس، وخاصة مع فريق متصدر برضو. منتخب الأسترالي له فترة طويلة متسيد كاسم في آسيا، وخاصة المباراتين السابقة لم نقدم فيها ذاك المستوى الكبير، مباراة تايلاند ومباراة العراق، لكن أمس أعطانا المنتخب مؤشر أن بإذن الله اللاعبين رجعت الروح، المدرج أيضا رجع للوضع الطبيعي، 60,000 متفرج، كان الجميع حقيقة راضي على عودة المنتخب السعودي. قبل المباراة الجميع كان خايف هذه المباراة، ولكن أنا أشوف رغم الاستحواذ الأسترالي، ولكن داخل المباراة المنتخب السعودي كان أخطر حقيقة بالهجمات. يعني إحنا لو نتذكر كلنا الخمس دقائق الأخيرة هجمة انفراد فهد المولد كان يعني هدف ثالث وكان سيقضي حقيقة على الفريق الأسترالي، ولكن إحنا يعني النقطة هذه كانت ثمينة مع عودة الروح، وهذا ما كنا نتمناه للمنتخب السعودي. ولا أتمنى إن شاء الله بإذن الله المنتخب الإماراتي المنتخب السعودي أنه يكون لهم حظوظ ويكونون في قارب واحد إن شاء الله بإذن الله الوصول إلى 2018 إلى روسيا. أنا شاكر لك كابتن فؤاد، وأتمنى كأمنيتك إن شاء الله أن تكون ورقتي الترشح المباشر إن شاء الله للإمارات السعودية. شكرا جزيلا. شكرا حبيب. شكرا جزيلا. أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في تويتر يوم أمس بالتنظيم العالي لدخول نحو 51,616 متفرج إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب السعودي الشقيق وضيفه المنتخب الأسترالي ضمن مباريات الجولة 3 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. أرحب في هذه الأثناء بالأستاذ جاسم الحربي الإعلامي السعودي المعروف، حياك الله أخ جاسم وأهلا ومرحبا. الله يحييك، مساء الخير لكل جميع المشاهدين. أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا لن نتحدث عن الإشادة والثناء من الاتحاد الآسيوي في موقع الرسمي على تويتر بموضوع الحضور الجماهيري ودخوله والجوهرة المشعة أستاذ الملك عبد الله في جدة. سنتحدث قليلا عن المكاسب الكبيرة في هذه المباراة، رغم استمرار النقد لمارفك أستاذ جاسم، إلى متى يستمر هذا النقد إذا كان هذا الرجل في عملية تصاعدية مع المنتخب والمنتخب يتحسن يوما بعد يوم ويتصالح مع محيطه من الجمهور والمحبين؟ والله شوف أستاذ علي، إذا بناخذها رقميا بس أساس يعرفون الأخوة المشاهدين، يعني من 11 مباراة فايز 8 مباريات، متعادل 3 مباريات، لم يخسر أي مباراة حتى الآن. هو اللي عاب عليه طبعا هنا والنقد اللي حاصل سواء من الإعلام أو من الجمهور، إنه قاعد يحلل في هولندا ويجي مثلا يعتمد على المساعدين في اختيار اللاعبين في وضع البرامج، فبالتالي هنا من هنا طبعا بدأ القلق بالنسبة للشارع السعودي. ولكن الآن مع النتائج مع تطور المستوى أتوقع أن يعني حدة النقد حتقل في الأيام القادمة، خاصة أن احنا على يعني لازلنا في مرحلة البحث عن التأهل، وإن شاء الله يعني من مباراة لمباراة يعني يتحسن الوضع فنيا. أعتقد مباراتنا مع أستراليا مسح الصورة اللي كانت يعني أقل من المتوسط فنيا أمام تايلاند وأمام العراق، فبالتالي إذا استمر فريق المنتخب السعودي على المستوى اللي قدمه أمام أستراليا أعتقد أنه حينافس على بطاقة التأهل إن شاء الله،
ونتمنى إن شاء الله الأبيض الإماراتي يرافقه بإذن الله. عطني رأيك أخ جاسم في المواجهة المقبلة بين منتخبنا الوطني ومنتخب السعودي، مواجهة ربما ستكون مفصلية في تحديد البوصلة والمسارات للمنتخبين، كيف تتوقعها؟ والله شوف يعني خلنا نكون منطقيين، إذا خذناها أرض وجمهور ونفسيا المنتخب السعودي على ملعب الجوهرة لم يخسر ولا مباراة حتى الآن رسميا، فبالتالي يعني كل الاتجاهات تصب مصالح المنتخب السعودي. مستوى الآن تغير للأفضل، إذا كانت على عناصر أو مفاتيح لعب أو لاعب ممكن يكون فارق في الفريق، أعتقد مقابل عموري في هناك نواف العابد، وعلى فكرة كلهم طالعين من مدرسة الهلال، كلهم يعني نفس المستوى تقريبا، فبالتالي إذا أخذناها عناصريا أعتقد أن في توافق بين الفريقين في بعض الخطوط، وفي تميز للفريق طبعا السعودية من ناحية الدفاع على مستوى المحاور، أما من ناحية الهجومية أعتقد المنتخب الإماراتي أفضل، بغض النظر عن تسجيل نسبة تسجيل الأهداف، لكن أنا أنظر على المباريات اللي قدمت الثلاثة، أعتقد أن الإمارات أفضل من ناحية الهجومية، يظل قابلية التوازن التحكم والتطبيق المهام الفنية صحيح. عدم مباراة ربما تعتمد على تفاصيل وجزئيات بسيطة ستكون حاسمة في هذه المواجهة، ممكن حتى من كرات ثابتة ممكن تحسم المباراة، فبالتالي هي حساسة لكلا الفريقين. أنا ما كنت أتمناها تكون آخر شيء، ولكن عاد ما في هذه يعني مواجهتين لابد منهما هاتين المواجهتين. أنا أشكرك أستاذ جاسم الحربي، شكرا جزيلا. الله يبارك شكرا فيك. شكرا. حياك الله أستاذ جاسم الحربي الإعلامي السعودي. أرجع لكم مرة ثانية، نأخذ بشكل سريع علي مارفك تحسن، مع رغم أن العقد غريب عقد مارفك لموضوع عدم البقاء في المملكة، لكن الفريق تحسن، أمس كان اختبار حقيقي ونجح. بالنسبة لمباراة البارحة بكل تأكيد أنه نجح في الاختبار، لكن هذا من حسن حظنا. اليوم مهدي شاف مفاتيح اللعب اللي موجودة عند المنتخب السعودي، طريقة لعبه على أرضه وبين جمهوره، تحركات اللاعبين. الحين مهدي عارف ما أخذ صورة، ويمكن من سوء حظ مارفك أنه كان أداء منتخبنا أقل من المتوقع. فدائما كل مدرب قبل كل مباراة يرجع لآخر مباراة أو مباراتين، هني نزول في المستوى، تغير في التشكيلة، وهناك صعود، هناك في صعود في المستوى، ظهور مفاتيح لعب جديدة. البارحة مارفك لعب بالمهاجم الوهمي، يعني مارفك ممكن تخدع صورة منتخبنا بالأمس ويتفاجأ بمستوى آخر. نحن ما نقول أنها تخدع، لكن يبني تعطي انطباع بأن مثلا عناصر منتخب الإمارات صار فيها تغيير، واضح تعطي انطباع أن منتخب الإمارات في نزول في المستوى، في نفس الوقت تعطي انطباع للاعبينا بأنهم يكونون مركزين أكثر، واضح الفكرة، لأن المنتخب السعودي ارتفع مستوى، حالة التحفز بتكون عالية لدى منتخبنا. سؤال مهدي عن موضوع ضعف الدفاعي في منتخبنا، وأيضا لأن أنا باخذ النقطة اللي تكلم فيها علي اللي هي موضوع أن كل واحد تابع المنتخب الثاني. مهدي أيضا سؤال عن المواجهة المقبلة، طلب من الصحافة أو من سأله الانتظار حتى يتابع شريطي المباراة، الأول حتى يقيم دفاع منتخبنا والآخر حتى يقيم أداء منتخب السعودي. ألا يفترض أن هناك مبتعث فني متواجد، يعني هو الذي يعني يستشير الكابتن مهدي أو يعود إليه، أم المتابعة من خلال الفيديو كافية؟ لا، هو في أبو مروان أكيد في حد بيتابع، لكن هو يبغى يشوفها بعينه، يبغى يشوفها بعينه المجردة اللي بتحكم في النهاية. حكم مهدي هو الفيصل في كل الأمور، أكثر من مساعد مدرب، أكثر من واحد كاتب تقرير، لكن لما هو بيشوفها بعينه مباراة صعبة، هو بيكون تقرير المفصل. المباراة صعبة، يمكن أنا مع الأخ أستاذ علي وأخوي علي يتكلم عن في حسن هذا، لا أنا أشوف أن كنا نتمنى هذه الروح منتخب السعودي شوي تتأخر، لأن البارحة لأول مرة المنتخب السعودي يحظى بتأييد غالبية الشارع الرياضي والنقاد اللي البارحة، كل تقريبا المحطات اللي أنا تفرجت عليها بعد المباراة الجميع أشاد التفاف جماعي، اتفاق جماعي بالروح. واللي شوف لما فاز بمبارتين كانت الكثير من الانتقادات عليه، رغم أنه فايز بست نقاط، لكن كل الانتقادات كانت مصاب. أمس وهو يتعادل وكان متأخر بهدف وتعادل وقدر يتعادل،
وعلى أرض بين جماهير، لكن الروح خلقت لدى النقاد والإعلام السعودي شكل مغاير. البارحة الإعلام السعودي يستذكر التأهلات السابقة، يستذكر بطولة 96، كان جالس يحضر أن الفترة أنها اقتربت، يمكن هذه روح احنا كإماراتيين طبعا كنا نتمنى أن روحها تتأخر شوي لين بعد مباراتنا، لكن هذا يعطي لاعبين حافز. هذا طبعا انا اتوقع ان اخوي احمد اللي عطى الانطباع هذا عند المنتخب، عند النقاد والمحللين في بالنسبه للمنتخب السعودي، المنافس اللي موجود صحيح. اليوم لما ترجع للتاريخ منتخب السعودية افضل من تايلند أكيد. فهذا اللي يخلي الجماهير والنقاد يتكلمون بان المفروض ان احنا يعني ماخذين الثلاث نقاط وضامنين النتيجه. طبعا ارجع للمنتخب الاسترالي، لا منتخب الاسترالي كنتائج تاريخيه مع المنتخب السعودي فيها صعوبه شوي، كمنتخب دائما يتاهل صار في المرات الاخيره عن اسيا، هذا يعتبر منافس دائم في المنتخب، منافس رئيسي لك. ترى هذا نفس الكلام اخي علي بينطبق على مباراتنا، يعني مباراتهم مع منتخب الامارات بينطبق نفس الكلام، ان هذا منافس عنيد، منافس تاريخي، بالاضافه لانها ديربي منطقه واحده، الشحن النفسي راح يكون عالي، الشحن النفسي بيمشي على نفس المنوال. تسلم. في المباراه الثالثه لحساب المجموعه الثانيه تمكن المنتخب الياباني من الفوز بشكل انفس على ضيفه المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف، نتيجه قد تضع الشكوك حول مستقبل المدرب البوسني خاليزوفيتش في القادم من الجولات. في ثالث مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 حل المنتخب العراقي ضيفا على اليابان في طوكيو، أملا في الدخول إلى حسابات التأهل وتدارك ضياع النقاط الستة الأولى. الكمبيوتر الياباني بقيادة البوسني خاليلوزيتش لم يستوعب درس الجولة الأولى، فبرغم تقدمه في الدقيقة 26 إلى أنه قبل تعادل أسود الرافدين عند الدقيقة 60 من عمر المباراة. فقدان السيطرة على اللعب والاستحواذ على الكرة بات أمرا مألوفا مع اليابان الذي بدأ بالفعل يضجر مما يقدمه الرجل البوسني في المرحلة الحاسمة من التصفيات الموندياليه. وبينما كان الجميع ينتظر انطلاقة صافرة نهاية المواجهة، سجل هاتورا ياماغوتشي هدف الفوز الذي انطلقت معه فرحة هستيرية كان لها ما يبررها في استاد سايتاما بطوكيو. بوبتول، منتخب الياباني ليس هو المنتخب الياباني، ليس كذلك؟ نعم، يعني خصوصا على أرضه بدأ يعاني، وعلى تايلند فاز بشق الأنفس 2-0، خسر أمام المنتخب الإماراتي، يعني كان متعادل الدقيقة للثواني الأخيرة من المباراة أمام العراق، 6 دقائق حسبت بدل وهذا أدى الاتحاد العراقي يحتج، لأنه كأنه الحكم يريد فوز اليابان بأي شكل من الأشكال. لو تحسب الوقت المتوقف ما يصل إلى هذا الحد. هناك حقيقة المنتخب الياباني فقد هيبته إلى حد كبير مع هذا، سواء بسبب مدرب أو يدفع ثمن احتراف لاعبي. طيب أترك لي اليابان شوية، المنتخب العراقي لماذا برز في هذه المباراة بهذه القوة غير عن الجولتين السابقتين؟ المنتخب العراقي دفع ثمن أول مباراتين هبوط مستوى اللياقة. لو تشوفها أمام أستراليا. طيب أنا أستأذنك فأرجع أكمل معاك الفكرة، لكن أيضا أحد نجوم الزمن الجميل كابتن أحمد راضي معنا على الهاتف الآن. كابتن أحمد حياك الله. الله يحييك أستاذ علي ويحييك وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك، وأيضا سعداء بسماعك في هذه اللحظة. الله يسلمك. أهلا وسهلا كابتن أحمد. شاهدت ممكن جميع المباريات الأمس، المنتخب العراقي في طوكيو في عقر المنتخب الياباني الكبير جدا وصاحب طبعا نسبة الترشيحات العالية جدا في أن يكون من المتأهلين المباشرين لكأس العالم، قدم السود الرافدين مستوى عالي جدا، لكن هذا لم يشفع لهم في النهاية
أن تكون الخسارة الثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً المباراة فيها يعني راح أتكلم على ثلاث محاور جرت في تلك المباراة. أولاً المحور الأول هو تقييم الفريقين. فريق الياباني فريق كبير، ولكن أنا أعتقد حتى من بداية ظهوره في هذه التصفيات لم يكن بالفريق اللي كنا نصوره على مستوى نقل الكرة وجاهزيته مثل في كل المبارياته والبطولات السابقة. كان يعني أضعف، يعني ما شغلنا بهذه الهيبة اللي يمتلكها. بالعكس كان يعني صيد سهل بعض المرات في مبارياته. بالنسبة للمنتخب العراقي، الحقيقة من المباراة الأولى هو داخل التصفيات بخوف وعدم قناعة بالترشح، وكأنه جايد يشارك فقط في هذه التصفيات. المشكلة اللي وقع بها الكابتن راضي أنه يعني ما استثمر وجود المنتخب الأولمبي، أنا باعتقادي نقطة رئيسية، لأنه كان المفروض يستثمر وجود المنتخب الأولمبي ويزيج به كمنتخب وطني. طيب كابتن أحمد، أنا طبعا سعيد بهذه التفصيلات اللي تذكرها أنت، وأتمنى أن عندي ساعة لأن نقاش معك مهم ومكسب، لكن هل بقي للعراق فرصة بعد ثلاث خسائر؟ هل لا زال هناك بارقة أمل؟ يعني هي طبعا جدا صعبة، ولكن لا شيء مستحيل في كرة القدم. ممكن أنه يعني ثلاث مباريات متتالية يحقق فيها فوز يسعد برصيده هذا، ولكن على أرض الواقع اليوم أصبحت المنتخبات صعبة أن تعطي الخسارة أو أن تقدر تضمن الفوز للمنتخب العراقي. على العموم يعني ظهر بمستوى جيد الفريق العراقي في المباراة الأخيرة. إذا كمل بهذه الروحية وبهذا الانسجام بهذه الإمكانيات اللي قدموها مع اليابان، يعني الفوز ممكن أن يحققه، ولكن أنا أعتقد أنه المهمة أصبحت صعبة جدا، صعبة دائما الخسارة هي. شكرا لك كابتن أحمد راضي، أنا شاكر لك وتعذرني لضيق الوقت، إن شاء الله يعني تتاح لنا الفرصة مستقبلا معك إن شاء الله للحديث أكثر. شكرا جزيلا كابتن أحمد راضي، نجم منتخب العراق السابق وأيضا نجوم الزمن الجميل. أرجع لك أبو بتول بشكل سريع. على السريع، نعم. أول المنتخب العراقي دفع في أول مبارتين ثمن تراجع اللياقة، كان هو يؤدي بشكل جيد في الشوط الأول ثم يتراجع في الشوط الثاني، شفنا أمام استراليا وأمام تايلند. في هذه المباراة تحسن مستوى اللياقة بشكل كبير، هذا تحسن. لكن العقم العراقي المهم في الهجوم لا يزال، هاي مشكلة تقريبا الكل يتشابه فيها. لا يزال، لا، العراق لم يستطع تعويض يونس، الموجودين لا يسجلون، حتى الهدف اللي تم تسجيله على اليابان سجله لاعب وسط اللي هو سعد عبد الأمين. المهمة صعبة، صعبة جدا، لكن لا شيء مستحيل كما شيء تحدث مستحيل. انت الان بينك وبين فرق ثانية ست نقاط، نتيجة مباراتين تساويهم. كلام سليم. يمكن نشوف، يمكن المنتخب العراقي اذا تبغى تتكلم عن فريق غير محظوظ، المنتخب العراقي مباراة استراليا يقدر يكون هو في قريب جدا من التعادل، مباراة العراق السعودية كان هو يعني متقدم حتى آخر عشر دقائق وخسر في آخر لحظات من ركلتي جزاء، والبارحة كذلك نقطة في اليد ويخسرها. يعني إذا بتكلم عن سوء الحظ هو المنتخب العراقي. طيب أبو يوسف، نعم، سؤالي في جزئية، نعم، الصورة اتضحت الآن للفرق الأكثر قربا من 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 ترشيحات النقاط، أربع منتخبات والمنتخب العراقي، أربع منتخبات ستنافس على بطاقتي التأهل ونصف البطاقة الباقية. أه. هي يعني أستراليا، السعودية، الإمارات واليابان. بالنسبة لي العراق وتايلند، مع احترامي وتقديري لأخينا سامي، أعتقد أنا لا أعترف بالحسابات في هذه الحالة. الفريق الذي يخسر معركة أولى ثم معركة ثانية ثم معركة ثالثة لابد أن يخسر الحرب. وإذا انتصر في الحرب شو تقول؟ هذا ليس تشاؤما. أه. ليس تشاؤما. وإذا انتصر هي قراءة للواقع، لأن حقيقة الملعب شيء والحسابات الأمور النظرية شيء آخر. بس بيوسف في شغلة مهمة جدا، نعم، وهي تميز بعض المنتخبات، وهي الروح العالية جدا، القتال حتى اللحظة الأخيرة، حتى لو كان جسمه مثخن، نعم، جراح، لكن هو قوي. لكن لا أرى صلابة. لا أرى أن المنتخب العراقي لديه فريق الآن يؤهله للفوز في بقية المباريات.
صحيح أن الروح القتالية كانت عالية في المباراة الأخيرة، هناك تطور نوعي، ولكن التراكمات المشاكل التي تعاني منها الكرة العراقية بشكل عام لا تسمح لها، لا تسمح لمنتخبها للأسف. شو رأيك أبو بتول؟ أنا أعطيك فرصة ترد على يعني هو رأي فني. هو عندنا مشكلة واحدة اللي هي ما في مهاجم وقلة الإعداد، لكن الكرة العراقية عموما لا تعاني من مشاكل، لأنه بطل آسيا للناشئين هو العراق، ممثل آسيا يعني في الأولمبياد هو العراق موجودة. الإنجازات كلها الأخيرة العراق على مستوى قارة آسيا وليس على مستوى الفلوجة أو مستوى الناصرية، مستوى آسيا الأبطال هم العراقيين، لكن المنتخب الأول يعاني من مشكلة. لكن على صعيد الكبار هناك غياب. هو الكبار أي بس مش الكرة، المنتخب الأول. جميل أن تفوز بكأس آسيا للناشئين، لكن الكبار الفريق الأول. شكرا جزيلا. اليابان 4-2 وتغلب ايران وتغلب كوريا. وصلنا للختام. ربما اللي لخص الفكره كلها اللي قالها ابو حمدان ان المنتخب العراقي اذا كان يستحق مثلا عنوان لحالته هو انه غير محظوظ في الثلاث مباريات اللي لعبها، لكن كل شيء وارد، كل شيء وارد في هذا الزمان. ابو هزع انا شاكر لك. الله يسلمك. انت النعيمي سامي الامام، شكرا جزيلا. شكرا. ابو بتول، ابو حمدان شكرا، الله يعطيك العافيه. شكرا. وكذلك ظفر الله المذن. شكرا جزيلا أبو يوسف. أحبائي الكرام، وصلنا إلى الختام. لو كان هناك مزيد من الوقت كنا أيضا النقاشات ستكون أكثر اتساعا، لكن هذا ما سمح به الوقت. أحبائي الكرام، لكم أطيب منا مني ومن الزميل علي عمر وخالد الحمادي وجميع طاقم عمل ملاعبنا. ألقاكم وأنتم بأطيب حال، اللقاء.